صباح الخير يا حلوين. تك 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 تك. انا هخليك تمثل. يا عيني. بس اشخاص انت تعرف. اول واحد نجيب ساويرس. لو في ميتنج انا مثلا داخل ببرزنتيشن مثلا ساعه الا ربع مثلا، فهو هيبقى اللي هو بيبص بسرعه جدا ووريني يا عمرو الارقام، وريني كذا يلا يا عمرو خلاص خلصني حاجات. اوكي يلا، يعني هو هيركز جدا، هنعمل ايه، ارقامها بكام، اوكي او مش اوكي، يعني هو سريع جدا في القرار يعني على طول كده. طب عمرو دياب مثلا هو يبقى عامل حفله وحلوه جدا، فاحنا نتكلم بقى تاني يوم، عايز ارجع بقى الحفله مبسوطين، في اللي بعده ايه، خلاص خلصنا اللي جاي. بشرة طبعا سريعه جدا، عايزه اللي هو هنروح فين النهارده وبعديها طالعين على فين وعندنا ميتنج ايه، فهي طبعا سريعه جدا في تحركاتها وافكارها. وبشرة بتعرف تتكلم، يعني بشرة بتعرف تتكلم كويس جدا، بتعرف تتكلم كويس جدا، وفي الميتنجز بتبقى مركزه عندها وتكتب قبل كل حاجه. قومي بتجسيد اعاده تمثيل الشخصيات الاتيه. سميرة من فيلم طيور الظلام. اختي كده ينفع وكده ينفع. هند من فيلم الارهاب والكباب. صباح الخير يا حلوين. تك 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 تك. خشيار هانم من مسلسل سرايا عابدين. خارسيس مارسيس ادابسيز. ايه فالاد. انا فالدا باشا. انجي ولا شيء في حياة خدافي. خدافي احب اتنين، مصر والوالده باشا. شفت التحول بثلاث ثواني. الصوت بيتغير. لا وكله انا خفت. هسالك مين اللي قام ببطوله الافلام اللي انا هقول لك عليها. ربنا يستر. بطل من ورق. ممدوح عبد العليم. برافو. وصار الحكيم. برافو. سر طاقيه لخفه. عبد المنعم ابراهيم. ايوه برافو. في بيتنا رجل. كان احلى رجل على وش الارض. رشدي اباظه. لا غلط، هو كان موجود في الفيلم على فكره. لا بس في حد كمان. عمر الشريف طبعا. ايوه كده. الرجل الذي عطس. تشم. مش فاكره. سميد غانم. طبعا. مين مخرج فيلم الراعي والنساء؟ علي بدرخان طبعا. ده سهل قوي بقى، اسكندريه كمان وكمان. حبي يوسف شاهين. طبعا. خمس افلام في 10 ثواني. ريدي. احمد زكي. ضد الحكومه، الراي والنساء، امراه واحده لا تكفي، ضرب الهوى، استاكوزا. عندليب. عندليب طبعا. لا انا بقى هقول لك افيهات. انا بابا يالا. تيتو. اوعى يغرك جسمك. دي الليمبي ده، هتقولهم لي نيلي نيلي، هقولهم لك شريهان. ده اللي بالي بالك ولا عبود على الحدود، الناظر الناظر. ايوه برافو عليك. أنا كلمتي مش ممكن تنزل الأرض أبداً. هتنزل المرة. مش عارف بقى الفيلم اسمه إيه. ابن حميدو. إمدي أشول. لا مش عارف. سلام يا صاحبي. يوم ما تفكر تنشن لازم تصيب. نشنت يا فالح؟ إيه دي؟ هاني رمزي. حبيبي كل يوم بشوفه. عايز أقول لك فيلم لذيذ قوي. فيلم لذيذ قوي. غبي منه فيه. غبي كنت هقول كده بس خفت. كنت هقولها والله العظيم. طب اللي جاي دي سهله قوي. واحد مصاحب علي علقه واشرف كوكا، عايزني يطلع ايه؟ طيار؟ الليمبي. زكريا الدردي مدرس رياضيات وفرنساوي. لا يا جماعه انا مش عارفه كل الكلام. مش عيب عليا. ده فيلم الناظر. يا خلاصي. في امثال. اللي ما يعرفش يقول عدس. الغاوي نقط بطاقته. اللي يصعب عليك يفقرك يا ولد. لا ما عشان لسه بتعلمها جديد. اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. اللي يحب العسل. اللي يحب العسل ماله يستحمل قرص النحل. انا بحبه بس مش هستحمل قرص النحل. اللي جاي سهلة قوي. طب دي سهله. المنحوس منحوس ولو علقه على بيته فانوس ولا راسه فانوس. راسه فانوس. ايه اسم اول فيلم مثلتي فيه؟ فيلم قصر في الهوى. تاني فيلم فتاة تبحث عن الحب. تالت فيلم أذكياء لكن أغبياء. رابع فيلم ألف بوسة وبوسة. قولي أسماء خمس مسلسلات عملتيهم. رأفة الهجان، أين قلبي، قضية رأي عام، في إيد أمينة، فوق مستوى الشبهات، لدينا أقوال أخرى. أنت بقى سنة كام؟
شاركت مع فريق الاسكواش المصري وكسبت بطولة العالم في الاسكواش. كانت سنة كام؟ 2014. دي مش هتنساها طبعا. لا، وخدنا وسام رياضة من الرئيس السيسي، فمش بنساها طبعا. طبعا اكيد. وعملت كام دورة سكواش في الجونة قبل ما تمسك مهرجان الجونة؟ يعني لحد ما قبل ما امسك مهرجان الجونة كانوا 6. قولي اسماء 3 افلام عملتيهم مع عادل امام. يا سلام، والنبي ايه؟ طيب، كراكون في الشارع، يعقوبيان، المنسي، طيور الظلام، الارهاب والكباب. ها تاني؟ اظن دول اكتر من 3. انا عندي 17. لو بتحبي حد وطلب منك انك تبطلي تمثيل هتعملي ايه؟ انا عارف الاجابه، اتفضلي. هقول له انا كمان بحبك قوي بس مش هبطل تمثيل. ليه؟ انت حبيتني كده، عايز تغيرني ليه؟ لو خارجه مع اللي بتحبيه وجه الحساب بدا يحسب حسابه لوحده وحسابك لوحده، هتعملي ايه؟ دي يفضل قاعد هناك ويحاسب نفسه مدى الحياه. ده موديل ما ينفعش خالص. في ناس كده برضه. انا طبعا في ناس كده كتير. بتعمل ايه لو اكتشفت ان الشخص اللي انت مرتبط بيه صفه مستفزه؟ لو حد انا بحبه عنده صفه مستفزه بضطر اقول. يعني انا من النوع اللي هقول له. ولو اكتشفت ان اللي بتحبها غير مراته بتكره الرياضه، هتعمل يعني؟ ايه؟ اي حد تاني؟ هحاول اخليها تحب الرياضه بكل الطرق، يعني هحاول اخليها تنزل معايا الصبح نتمرن، احاول احببها في الرياضه. بيتهيألي لو مش بتحب الرياضه هتسيبها، هيبقى عندي مشكله. والله لو انا سالتك وقلت لك ممكن تكون ايه في حياتك غير الرياضه؟ ممكن اقول لك زي اني دؤوب. دؤوب يعني؟ يعني قصدي يعني تفضل ان انا بفضل ورا الحاجه. لو سالتك بقى نفس السؤال، اطبخ حلو لما عاوز، مش كل يوم. أوكي. لما عاوز احس ان انا نفسي اخش المطبخ النهارده. انا لما انقي مثلا فستان هعرف انقي الفستان اللي يليق على شكلي وجسمي. بس برافو عليكي قوي انك عملتي البوم. صحيح. عملت البوم. عملتي واحد ولا اتنين؟ لا واحد. البوم واحد، وكنا واخدين اغاني دونتيلا. واخدت غنوه جات الحراره من حسين الامام، واللي اكتشف فيا ده حسين الامام. قلبي دي الثمره دبلوم التجاره. الو يا كتير. طيب هتقولوا معايا؟ حب خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب مالينا غيره، والله مالينا غيره، يدفينا ينسينا، يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا، ترسي بينا في بر حب، خلي الناس تحب، روح للناس يا حب.